يا مساء الورد على عيونكم، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم 3 في 1. بيقولوا ان ابن الوز عوام، وضيف النهارده شاب همام، مجنون تلاقيه، رومانسي تموت فيه. ضيف النهارده حبيب والديه، النجم الشاب الجامد قوي قوي قوي، احمد الفيشاوي. خلاص خلاص خلاص، شكرا شكرا شكرا، خلاص خلاص خلاص. ايه بيحبوه؟ كفايه بيحبوه. الحلقة دي كام دقيقة؟ بيحبوه. أنا بموت فيهم. يا فيشو يا جامد، يا أحلى من أي حد، منورني. النور بيك يا جميلة. عامل إيه؟ أنا كويس جدا الحمد إيه لله. إيه رأيك في النهاردة؟ زي القمر. يعني أنت شكلك كده يقول إن أنت كنت شاب طفل شقي ومشاغب، بس إحنا عرفنا إن العكس تماما. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ قالوا لنا انك كنت شاطر وبتجيب درجات جامده وحاجات. لا 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 لا، ده انا احكي لحضرتك قصه افتكرها. اتفضل. انا يعني كنت بسقط في الثانويه العامه، مش بذاكر ومش عايز اذاكر اصلا، ومفيش اي بني ادم عارف يسيطر عليا على وجه الخليط. يا لهوي. فامي كلمت خالي قالت له احمد مش هيخش جامعه، خلاص هنعمل ايه؟ قال لها بعتيهولي. دخلت لقيته حاطط جدول في الصاله، وجدول في الاوضه اللي انا هبات فيها واكل واشرب واذاكر وبتاع حاجات زي كده. كان عامل جدول يعني ايه، الصبح 6 الصبح صحيان من النوم، بيبي كاكا، غسيل. والله غسيل الميعاد. طب افرض مش عايز. لا كاتب كده في الجدول. ماشي. طب لو انت مش لو عايز، لو مش عايز هيروح عليا بقى، وهضطر بعد 4 ساعات تانية ان انا اخش اتحبس في الاوضه، فخش يعني لازم على نفسك. لازم اعملها. يلا اعملها، يعني اعملها. هتيجي. والحمد لله يعني نجحت، لان انا كنت بتحبس كل يوم في الاوضه 6 ساعات، ما عنديش اي حاجه الا الكتب، فاضطريت اذاكر وتفوقت جدا يعني. صح. طب الحمد لله ان انت تفوقت. طب قول لي بقى يا احمد، بعد كده لما لقيت نفسك ان هو اهو بدات تكبر شويه، دخلت المدرسه، كنت بتمثل وبتعمل ايه تاني؟ وبكتب مسرحيات يعني بألفها وبخرجها وبمثل فيها كل حاجة. طب قول لي ايه مسرحية مثلا عملتها والناس دخلوا قعدوا يقولوا ايه اللي انت عامله ده، ويضحكوا عليك وانت طفل واتضايقت منهم؟ لا الحمد لله انا كنت ناجح جدا في المدرسة في المسرحيات، يعني كانوا بيبصوا. هو ده اللي ناجح الدراسة؟ لا مسرحيات بس. طب وقول لي ايه اكتر مسرحية فاكرة كنت بتحب منها حاجة؟ انا كتبت مسرحية زمان للمدرسة، كان اسمها، انا كنت في مدرسة اسمها الألسن الحرانية بتاعت مستر كولين روجرز ومدام سمية عمرو. Yes, I know. I know. This is my Mr. and Mrs. الله. Yes. ما صدقش. Yes. طيب. In soft Lebanon street. Yes, I know. أيوة كده تعد لي يا شمياء. طب قول لي، كنت بتزوغ بقى من الدروس وبتاخد الفلوس بتاعتها وكده ولا بتعمل؟ لا ايه ده، يعني بأسرى أمي؟ أمال إيه؟ أو أسرى أبويا، مش هينفع يعني إيه أزوغ فلوسي؟ أمال هتصرف منين على نفسك؟ ما إحنا كلنا سرقناهم يعني، هنصرف على نفسنا منين؟ لا أنا عمري ما سرقت أبويا وأمي. أنت سرقتي أبوكي وأمي؟ أنتوا سرقتوا أهلكوا قبل كده؟ أيوة. يا خرب أسود. ماشي. إحنا رحنا في داهية. أنت ما سرقتش باباك ومامتك، بس سرقت خاله الألفي. لا عمري الحمد لله. بص الضحكة بنت على وشك وسرقت يا أحمد، ما تنكرش. لا عمري والله. بجد؟ أه والله. طب كنت بتصرف على الموزز منين؟ لا ما انا كنت بشتغل من عندي 17 سنة. لا قبل المرحلة اللي قبل. لا ما انا موزز ايه ده، انا كنت عيل صغير، كنت لسه ما بلغتش اصلا عشان اصرف على موزز. نو 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 احمد، تو ماتش ديتيلز، اي دونت نيد نو اني ثينج بليز. لا حقيقة في العلم يا فندم. لا حقيقة في احمد. عادي. طب ماشي، خلينا وانت كبير. ايوه. دخلت معهد فنون مسرحيه. صحيح. اتفصلت ليه؟ عشان كنت بتروح بالمخده؟ كنت. مالها بقى المخده؟ هو انا اصلا يعني كان عندي مشكله مع المعهد بشكل عام، ما كنتش كده مرتاح نفسيا فيه. هو دلوقتي بقى احسن بكتير، لان رحت قريب استاذ اشرف زكي، عامل حاجات جميله يعني، عمل سكشنز جداد وعمل حاجات فعلا حاجات حلوه قوي. فبعدين فكنت ايه، كنت عايز انام. فكنت بسهر.
فاروح بالمخده، فالدكتور جلال الشرقاوي يشوفني ها يلاقيني نايم بالمخده في الناس كلها على المدرجات وانا نايم تحت جنب السبوره، فيقول لي احمد، اقول له ايوه، يقول لي اطلع بره. لو ما كنتش تحلف على طول اروح طالع نايم في بيتنا احسن. وفي نفس الوقت جالي مسلسل مع استاذه فاتن حمامه، فهم قالوا لي في المعهد يا احمد انت مش هينفع تعمل المسلسل ده علشان لو ما حضرتش الحصص بتاعتك هنفصلك. فقلت لهم يعني انتوا بتوقفوني عن حاجه ممكن احنا اصلا بندرس عشان نعملها، بندرس عشان نعملها وتبقى بدايه خير مثلا ليا وابقى مثلا مشهور او مش الشهره مش مهمه قوي، الفلوس اهم، بس قصدي اقول لك يعني طبعًا ابقى طبعًا اشتغل شغلانتي اللي انا بحبها. طبعًا طبعًا اشتغل شغلانتي اللي بحبها صح، وفي الاخر يجي الظرف الجميل في الاخر وننبسط كلنا. يا على لحظه الظرف. ايوه لحظه عظيمه، لحظه كلنا بنحبها. فعملت مسلسل استاذه فاتن حمامه وفعلا فصلوني، بس ده كان فتحه خير عليا لان انا بعد كده وجه القمر سنه صح. 2000 كان عندي 20 سنه، دلوقتي صح. عندي 36 والحمد لله مبسوط بالحاجات اللي عملتها يعني الحمد لله، واحنا مبسوطين بها اكتر. طب قول لي، وانت كمان مثلت وانت صغير فيلم المرشد؟ صحيح. كان احساسك ايه بقى وانت بتمثل وانت صغنون كده؟ كنت مبسوط جدا. روح المدرسه بقى كده وطفل مشهور. أيوة. بقى كنت مبسوط قوي لان ده كان انتاج استاذ محمود الجندي. وبعدين هو قال لي عايز يا احمد انا دلوقتي عايز اديك اجر يعني. فقلت له انا مش عايز فلوس، انا عايز القصر بتاع سكيلاتور. سكيلاتور ده اللي هو حليف هيمان، وخدني فعلا سوبر ماركت، ماركت كبير يعني في الجيزه. واشترى لي القصر ده. القصر ده كان ب 240 جنيه، وده وقتها في رقم في 88 240 جنيه ده كان رقم فعلا طبعا. ففعلا يعني اداني اجر وخدت القصر ده وعملت الدور وانبسطت قوي. مبروك عليك الدور ومبروك علينا احمد الفيشاوي اللي بقى نجم كبير. طب قول لي يا احمد، عايزين نسمع قصه اول حب في حياتك. اول حب في حياتي دي كانت بنت اسمها هيلين. هيلين انت على طول حادف على بره. كانت بنت انجليزيه زي القمر، كان شعرها كده ايه اصفر وناعم وقصير يعني. كده مفيش، بصي سكت واحده بس. ماشي. فهيلين دي يعني حبيتها قوي قوي قوي، بس ابوها قفشنا بقى و يعني منعنا ان احنا نشوف بعض. كان عندي 13 سنه. فكانت اول حب هيلين. اللي بعد هيلين بقى اللي نسيتك هيلين ومامت هيلين. لا خلاص بقى، وبابا هيلين. نتكلم عن اول حب بعد كده يعني بقى مش هفتكر واحدة. بقى لا يا فندم، انت نسيت الباقي يعني تقريبا فاكر معظمهم. فاكر عشان هم طبعا كتير قوي. التانية بقى مش بقى. كتير قوي. طيب قول لي، رحت الجيم بعد 35 سنه. صحيح. ليه؟ علشان صحيت من النوم قلت ايه ده، انا عندي 35 سنه، الساعة كام؟ الساعة 2 الظهر أنا رايح الجيم. ليه؟ لأني اكتشفت كنت سهران وصحيت من النوم لقيت نفسي تعبان جدا. لقيت حسيت إن أنا مش رجليا مش شايلاني وكبرت. جسم البني آدم ده زي بحق عليك بيتقال إن لبدنك عليك حق. فقلت لا، لازم أهتم بجسمي لأن الجسم ده زي العربية. محتاج صيانة ومحتاج تغيير حاجات ونغير زيت ونغير مش عارف إيه. لازم صح. لازم. طب أنت يا أحمد مدمن بلياردو وبتكسب زمان. كل الناس مفيش حد بيكسبك. أيوه. إلا أستاذ محمود حميد. صحيح. فإيه بقى؟ صحيح. وأنا كان عندي برضو 13 سنة أيام ما كنت مصاحب هيلين. كنا إحنا قاعدين في الأوتيل وهم اتعرفت عليها في الأوتيل يعني. أبويا قرر يقعد في الأوتيل 3 سنين كده. وقال لأصحابه أنا قاعد في الأوتيل تعالوا. فبقى أحمد زكي الله يرحمه عنده اوضه في الاوتيل، وعادل امام يخلص بودي جارد ويجي على الاوتيل. الاوتيل كان في اخر الهرم، فعادل امام كان قريب يجي ويعملوا ترابيزه كبيره كل ليله. احمد زكي وفاروق شوقي وعادل امام ومحمود عبد العزيز ومراتاتهم وعيالهم وبنسهر للصبح. وكانت ايام جميله جدا طبعاً. يعني فكانوا بيدخلوني البار بتاع الاوتيل. انا كنت الولد البني ادم الوحيد اللي عنده 13 سنه اللي بيخش بار، يعني البار ده بنخشه بعد 18 طبعا لما نكون مسؤولين يعني وعاقلين او ما ندخلوش خالص. يعني واتفر بقى، كل واحد حر اكيد. ان لم يضر لا ماشي. فبعدين كنت لان انا كنت بكسب
الاجانب اللي هم بيعيشوا في البارات في الويك اند بيبقى مع اصحابه في البار بيضرب بيره وبيلعب بلياردو يعني دي حياتهم وكرشهم قد كده اهو وهم حياتهم كده فكنت بكسبهم ما كانوش بيصدقوا فكانوا بيخلوني جزء من البار كنمره مش ك يعني مش كزبون يجيبوني نمره يعني اكسب ان بص الواد المصري اللي عنده 13 سنه ده اللي ممكن يكسب الكبار اللي عايشين في البارات دي بيلعبوا بلياردو فانا كنت في البار ده الصبح وليل كنت بتمرن الصبح وبكسبهم بالليل كنت عايش يعني العيال كانوا ينزلوا بسين وانا اروح البار العب بلياردو فبعدين محمود حميده هو الـ الـ البار ده كان عنده كيو يعني العصايه بتاعت البلياردو مرسوم عليها ماريلين مونرو كانت فظيعه كانت كيو جميله جدا فالاستاذ محمود دخل عليا قال لي انت ابن فاروق الفيشاوي قلت له ايوه قال لي انا سمعت ان انت بتكسب كل الناس قلت له اه قال لي طب بص انا ده الكيو بتاعي والكيو ده كان محطوط طول الوقت في البار وانا ايه مش عارف هو بتاع مين ولا حتى سالت يعني بس على طول معجب بيه مش بيطلعوه لحد وقالوا ده مش للبيع قلت خلاص فقال لي لو كسبتني هديك الكيو ده وما كسبتوش طبعا خلى الكيو عنده طبعا